بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل جلاله: إن للمتقين مفازا. أيها الأحبة، إن شاء الله تعالى أكما برامي درسي تنية تسيرة صحابة اتفقنا إن شاء الله تعالى درسي الراخي ستي سيرة يخان قصة صحابة بكما الصحابي الجليل بكما نما قرتي إسلام ما خيستي قهي قداك رضي الله عنه وأرضاه أبان أبا قوتاي في فيس زبير بن العوام، الزبير ابن العوام ابن خويلد، زبير بن عوام ابن خويلد. قصة صحابة خنا ويلالا أبا عبد الله بن الزبير، أبا عبد الله بن الزبير، ها خجرتي من أحد المبشرين بالجنة تكو الرجنة عن قمتي فمير راختي جدتو إن شاء الله تعالى أبليا قصة صحابة خنا ولله لدوبة دررتي زبير من العوام أين نسب نساء مكان نساء مكان أهباء أبا خنا لعليه جدررتي دوبا عفوا مقا صحابي تشخنا مقا نسا زبير ابن العوام ابن خو ابن أسد ابن عبد عفوا ان شاء الله دعوه تخينيا ديفا ما سنينجتا ان شاء الله سكنت تنتفنا دوبا صحابي تشخون زبير بن العوام ابن خويلد ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب رسول ربي صلى الله عليه وسلم ولين ابن كلاب قصي ابن كلاب التي ولتقى لدوبة نبي صلوات الله وسلامه عليه زبير بن عوام نبي ربي تين قصي بن كلاب ولتقى لد رضي الله عنه وارضاه. دوبة زبير بن عوام أسلم مع أوائل من أسلم من الصحابة جلكب ورى منيتي ولين ورى إسلام الناقب للرأي ورى إسلام الناسمة الراهدو فكان رابعا أو خامسا بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأنا جائبا وكان رابعا أو خامسا بعد أبي بكر الصديق نما أفرفا يخشنفا تتري جلقب إسلامنا كيبلو خيست
نما افرفا يوخان شنفاتي توري جان دوبا يغا ابو بكر الصديقي اسا درا نمو مسد يوخان افوريتو توري جچو رضي الله عنه وارضاه اينو اني مكان اسا زبير بن العوام ابن اسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب نبي ربي توجه صلوات ربي وسلام عليه قصي بن كلاب والتلف زبير بن عوام دوب زبير بن عوام رضي الله عنه أكنتر هاتي إساء صفية بنت عبد المطلب أدادا رسولات دوب صلى الله عليه وسلم هاتي إساء إنو صفية بنت عبد المطلب أدادا نبي خينيا صلوات ربي وسلام عليه إسلن أسلمت وحسن إسلامها إسلام افتي إسلام الناس عجبت يدوبا رضي الله عنها وارضاه دوبا إسين هاتي إسلن أمنتيتي إسلام الناس بريدي يججو دوبا هاتي إساتي في قرابة إساتين إيغا خكنا توتي إني قرالة جوتونو نبي ربي صلى الله عليه وسلم والابتليات دوبا زبيب بن عوام رضي الله عنه نفودي أكما صحابا هندينو فودو أكما إلمنا ما هندينو فودو فودي دوبا رضي الله عنه وأرضاه جارتي إساج القبا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها انت الأبا بكري أسماء حال عبد الله بن الزبير إسيفو لدوبة رضي الله عنه أسماء بنت أبي بكر الصديق فولة وله زوجات غيرها جارتي برال لين كبا دوبا جلقبة النفولة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلمان اللي نكبا كان له من الولد عبد الله عبد الله بن الزبير بكما إسا قبا تشوتر إسا إلمان ساخ إسا إسا جدو دوبا عبد الله خنان يكنا ياماما أبا عبد الله جانين وعروة أما اللي المسا عروة عروة ابن الزبير ورقرتي محدثة ورى حديثة قرتي نبي الرعو ديسي أكثر ورى قرتي رواية حدو نبي الرعو ديسي خيسة جرندو عروة ابن الزبير والمنذر منذر ابن الزبير وعاصم ابن الزبير المان خنق بجدوبة أقسم ملي مهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة والرخنة فوردوبة والرخنة هوردوبة إلمان هاتي إساني أسماء بنت أبي بكر الصديق إلمان ميكا عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير والمنذر وعاصم والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة المان سديت رضي الله عنها أسماء بنت أبي بكر الصديق الرالة دوبة أكسما أمال لي المان إسا خبران لي نكب خالد وعمري وحبيبة كبا سودة هندي ورقرتي شنان خنقب جارتي برار راي هاتي إساني أم خالد جاني وهي أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص أما بنت سعيد بن العاص أما بنت خالد بن سعيد بن العاص تجام تفودي إلمان شنان خنرالة لدو إلمان ميقا قبا
سديتي في شولين المان خود سدي خنقضا متقنا دا أكسم أملي مصعب بن الزبير خجامك بأب ليس عبد الله بن الزبير وحمزة بن الزبير ورملة سدي هاتي إساني ربابة بنت أنيف بن عبيد جامت ربابة بنت أنيف بن عبيد جامت دوها أكسم أملي عبيدي في عبيدة في جعفر هذا جارتي برارة زينبة جامت الراهور دوها أكسم إلمان برا وزينة أمل زينبة في زينة أدادا هاتي ثاني أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيد ابن عقبة بن أبي معيد خجرتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم فاجن كوت رسن أقسم أمل لي إن تلتك خديجة الصخرة تجامت كبا هاتي سيدا حلال بنت قيس جامتي قرى المانيتين هجنا قبل المان هجنا قبل المان قرا المان دي دماغا ويجو دوبا عبد الله زبير بن عوام نما قرتي ابيض نما ادي ديرا نما قرتي متاني ساقو الرجا خقرتي خفيف اللحم خقرتي نما كلا خنط ريجا انقرا سفساتي لكن أكنت هو الجين من الزبير من العوام نما قرتي الثابت القوام صاحب السيف الصارم نما قرتي سيفي سيروت هند بافت يديم خرى ربي خيس اللول وفجج نما خرط ريجان نما قرتي هم ياد ججبا قب نما ياد ججبا قبو خقرتي ياني سافو نتما قبو تري نما قرتي قبروت إساتيف أكان قرالافو نما رفتا نما قرتي إسان قرقارو قرى قرتي جين أماتيفي أمتا نما قرتي مسلمة خقبر إسا أمتا صحابا خوالنجروف نما لافا أكاملي قرالافو خلطر لكن كفار والجين قاتلوا الأبطال جينهم دخا قرتي دام مجيف تجانين وبذل الأموال هريخة قنقة قرتيخة ربي خيست صاحب الوفاء والثبات نما أهدي قوت نما إجنو قب نما إرنا ما دبرو نما أرجاء نما كانت تريجا دوب الزبير عوام رضي الله عنه أصوتك كإسلام ما قبله أوصو إساء أمتا خلاني قوتنا مني رضي الله عنه ربي الرجالة إساء أمتا خلاني قوتنا مني قصان قرينة كي يجدتي أسلم وأمره 8 سنين إساء أمري إساء أمتا سديتي إسلامي جان قرى مدينة لا وهاجر وهو ابن 18 سنة إساء أمتا خلاني سديتي قربية مدينة قدانية جاندوبة وعلى هذا يو ويت إني أمني في ويت إني هجرابي والابتلال قاف منا بين إرقمو أصو يرون فلتنا ما إسلامي والراهي دوبة والرجل كبا إسلام ما سين الرأي دوبة وان إني إسلام ما أفته خيسا إسلام ما روان إني ته خيسا كان عم الزبير يلف الزبير في حصير أدير رئيسا سيلانا قرتي بالت مرار راتلشا خنت الزبير مخامر تيجان ويدخن عليه بالنار إبدا قرتي تيارسو ترجان دوبا حتى تزهق أنفاسه وهو يقول أكفر برب محمد إبدا قرتي سيلانا مريت إبدا تكبسيسي وكامسي
إبدا وا إبدا تيار سجان أك إني سلام مرة ديبو وان جون ربي محمد التكفر جئ آران أكام سي بدان كتاتو ترجان هم قرتي حتى تزهق أنفاسه هم قرتي هفور رسائي ستي كتوت وان جون إسلام مرة ديبي ربي محمد الكفري أدروا عنك العذاب عذاب خنان سر الآباء جتوني ترجع دوب الزبير بن عوام رضي الله عنه يرو تنخيست سبات إساتي في جان الإسلام ما قباتشو إسا والنير قسيسو يقول الزبير لا أعود للكفر أبدا قرى كفر ما أبدا هنديبو جان دوبا دوب الزبير بن عوام رضي الله عنه ويهاجر للحبشة هجرة حبشة لنا ما به الرأي ثم يعود ليشهد جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة قربية حبشة هجرة به وربه الرأي إيه قسم بودر نبي ربي برتي دي بي إيه نبي ربي صلى الله عليه وسلم ولين تابتو دافف قبعي سدو بي مكة دي بي إيه دوبا ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وجن ديبيه قره مدينة قداني نبي ربي لازم دو رسول وجن الدنبان تكا رسول صلى الله عليه وسلم لولا لولا تكا زبير جلال افني جان دوبا كان مجاهدا مغوارا نما جينا مجاهدا أجايبات رجان دوبا زبير النعوام رضي الله عنه وأرضاه الزبير النعوام أول رجل سل سيفه في الإسلام إني نسوان إسلام ما خيزت أجايبات نم نيسة دوران دلقينكب أول من سل سيفه في الإسلام نم جلقب سيفي إسا إسلام ما خيزت قلقا خيزة لكفة الرأي فبينما هو بمكة قافت كوسو إني مكة جرو سقليت كنقي دوبا مكة كوسو جرانو سمع صوتا سقليت كنبي لقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل نبي ربي أجي فمجدتو سقليت كنقي دوبا فما كان من الزبير إلا أن أسل سيفه وسار في شوارع مكة كلي عصار ويتججخن لقو نبي ربي دو يجتشو ويتعودون ودولا لم تتكلقه وفقبوه اندن دين جان زبير رضي الله عنه هم سيفي سالو قافته خرامك خيس أولي قد ديمو يقلدو نمو ما نبي ربي أجي سخنان أنيس متار رامو رجيه نما جلقب إسلام ما خيس سيفي لكفت الرأي دوبا فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكة وصو زبيرنا ما نبي الجيسين برباد جيه ولي قديمو نبي ربي صلى الله عليه وسلم ولتلفه قرره مكة تي فقال له ما لك يا زبير نبي وان جين يا زبير مالتو سجر مالتاتي يا جنانين وان جي سمعت أنك قد قتلت يا رسول الله يا إرجما ربي أتي أجيهم تلاقيه أتي أجيهم تيجوا لقيهتين دوبا وانين دلقوا أبي أردت والله أن استعرض أهل مكة وانين بربادج ور مكة هند ولباسيتين جي نمنا إيه نم محمد الجيسي جي هند ساني الرحلو بهو بربادي جين دوبا دوبا فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير نبي ربي صلى الله عليه وسلم دعائي إساف قده ولسيفه بالغلب إسافي سيفي سال لي انجفن رسول صلى الله عليه وسلم دعائي وليفدوبا عمرو بن مصعب بن الزبير رضي الله عنه وانجي قاتل الزبير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 12 سنة
زبير بن عوام اللي قرتي أخاخو يسافتها عمري غن عمري بن مصعب بن زبير تو واهي أخاخو يساهمة وانجي أخاخو انخي يا رسول وجين إسامة خر لما اللولا إيقال إيجدوبة فكان يحمل على القوم أو يتقدم ومتى دورة دبري قرتين ما سفي ورانا تجل كبا فارد عبتي لولو تريجي ويكون في مقدمة من يقاتلون جل كبا ورقرتي لولا لولو خانتي تسفي درارة ديمو تريجي دوبا وذلك لشجاعته وقوته وإقدامه خوني قرتي جين ما إساتي في جبين إساتي في جال الإسلام ما داف قبر راخن كي وصو أما تخل لما قرتي سفي ورانا درر رابتي رسول وجه لولو تريج دوبا خاخنغي دوبا زبير نعوام شهد موقعة اليرموك لولا يرموك إرتي قرتي قودة فرتي أجر وكان أفضل من شهدها واخترق يومئذ صفوف الروم من أولهم إلى آخرهم مرتين ويا لولا قرتي يرموك الرجال أنا مالولا سنرد هرماتي زبير نعوامي جان ويا سلولا يرموك كيست اخترق يومئذ صفوف الروم الدام فجأة سفي ورى كفارة روم الدام فجأة سدو جل كبر راهن قد ما تقرتي سفي ثاني الدفجة سي جدو اتقدي سي ولد كاتنا سيني أمت الدام فجأة سي أجين بها جان دوبا قرتي دوبا خاني أجين ما زول سيني تفول دوران بها جان سفي ورى روم إساني قرتي مسلم اللو نفسر ترير عبتني تجيران جينو ما إسار رانا ما كنا خانا دوبا ويخرج من جانب الآخر سالما وصو وانتا كانت تنقر فامني جرى الدم فجاسي خيسة بيه ديبيا جانقو يالو لير مكسن لكن جرها في قفاه بضربتين رضي الله عنه قيالو لير موك مدال مقرتي خيو إسار مدايا دوبا وقد كان جسده معلما من آثار مؤلما من آثار السيف في المعارك قام نيسا ندوكوب ستغرتي أسرى غرتي سيفي إرى شدى غرتي لولا سنخيستي إنو كنا مرى ندوكوب ستيجن فلما سئل عن هذه الآثار قويا لولا يرموكسن إرى وقاقا فتمقال أما والله ما منها جراحة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وانجي لقاني كامخي يخانا خيسا واني تكلين ننجر توجي إلا واني ننتقمي رسول ربي توجي في خرا ربي خيسا تواني انتقمي ملك كامخي يخانا خيسا وان تكنك أبو جدوبة رضي الله عنه وارضاه وقال مر الزبير وإن في صدره لأمثال العيون من الطعن والرمي نمن زبير أرجي صدر قمسا خيستني أرجى جدوبة وأنا كإجا درين سأمر سيفيتي في خطيار راجرتيها على ما يسبت قوتي ني أرجى جدوبة كانت على الزبير العوام يوم بدر عمامة صفراء زبير قيال ولا بدري أمامة دالتي تكمرتي لولو تري يقال فنزلت الملائكة وعليهم يوم بدر على سيماء الزبير عليهم أمائم السفر وانا جايبا ملايكان قيالو لبدري دو بوتي سيفا قرتي زبيري رتي بوتي جان عماما قرتي دالتي اكا زبيري مرتي مرتني سوراني سفا كاتي جوسون تين عماما اكا زبيري هدنو ورانا اكا زبيري هدتتي هدتني بواني جان دوبا وان الندى لقرى تفداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه
بوتا إساتي في درجة إسارة نبي صلى الله عليه وسلم قافتك هذا بخيا في داسي قد جندوب نبي ربي صلى الله عليه وسلم تكان متكل في دايف قد جنين جندوبة هذا أبا إساتي عن عبد الله بن الزبير قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء جعلت أنا في عمر بن أبي سلمة دبرتو ترق ودم نيجي فنظرت فإذا أنا بالزبير على فراسه على فرسه يحتلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة وقال له ويتان قرتي أني فرد ربه يهودا بني قريظة يرو لما سدنان نيني في كوبان كابو جدوبة فلما رجعت قلت يا أبتي رأيتك تحتلف قال أو هل رأيتني يا بني المساج جابيث أقان ديبين يا باخية نغرتي سينرغي جندوبا سيغرتي أكنا ممر لفر ممرسون سيارغي سيغنتا خيسان أنه سيارغي جناني وان جين المساتين يا بني نغرتي جنان اي جين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم برنبي ربي تيوان جيجي اين يوتو قرتي بني قريظة لكي ودو إساني نافدا نبي ربي خجوتي جي دوبا يقا خنان فانطلقت ديمي جي دوبا ودو سنفورف فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقان بني قريظة لكي أخبار ودو إساني را رسول ربي تفدو دوب نبي ربي صلى الله عليه وسلم هذا في أباس ناف ولك بيجد أكم جي فداك أبي وأمي هذا في أباخيا فدا سيقولي نانجي جدوب أب رسول كان نانجي جيتي المسا عبد الله فديس دوب الزبير بن عوام رضي الله عنه حديث متفق عليه رواية بخاري مسلم الرتجر دوب الزبير بن عوام صدر كايسارة نبي ربي صلى الله عليه وسلم وانجي إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير رواية إمام أحمد الرتي نبي صلى الله عليه وسلم وانجي نبي شفتنو جال اللوكبا نبي شفتنو جال اللوكبني أن جال اللوخي الزبير نعوامي جاندوب رسول ربي صلى الله عليه وسلم زبير نعوام هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم جال الله رسول والحواري هو خاصة الإنسان وناصره حواري جتون نمتو كغرتي خن انفاخي سيفي إسجدو خاص من جرتو نما أكان ستيانو خنمني برائس رستيانو هنجره في أكاسم عمالي نما غرتي أكاقاري سيفتم سوجان دوب نبي صلى الله عليه وسلم وانجي نم نبي يوني هندنو حواري يوتكبني أني حواري ينكي يغرتي الزبير عوامي يجدوب صلى الله عليه وسلم واسمع إلى قول الله تعالى في سورة آل عمران إذ قال سبحانه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون آل عمران خيستي رسول ربي سبحانه وتعالى حواريوت ويتدبت فلما أحس عيسى منهم الكفر عيسى نبي الله عيسى ويتما قرتي بيخي كفر ما قرتي إيساني كفر ما جرى ويت بيخي جر إيسا جيسو خاني وانجي من أنصاري إلى الله إن ينمني قرقاران خي إن ينمني ناتمسو جنان ورّي قرتي إيسا ومن إيسا فتمسا حواريون إيسا وانجان نحن أنصار الله نوت ربي فتمسا نوت سجنا دابتا آمنا بالله ربي تأمني واشهد بأننا مسلمون نتقرتي أكا قرتي مسلمتان رقاته جانين دوب نبي الله عيسى دا
إذن حواريوت يجو وراكنا خان يجو دوبا زبير عوام نبي ربي تيف نما كانت تري أكسما زبيري دلقان إني خرا ربي خيس قدو دلقا دنيا رئيسا شاغل كان تاجرا تاجرة لدوب زبير عوام كان من التجار الأغنياء المنفقين في سبيل الله ور تاجرك أبين يكبن ور خرا ربي خيس اتخنة ور قرتين ما مسكين قرقاران راتوري وكان يقول أكنا جاتوري نمني دنديسين الرا أن يكون له جنا نمني قرتي وان قرتي قاري أرقشو أي ثمر وشيء يجديه عند الله أي نمني وان تقرتي وان بريدو وان قاري ربي برتي قرتي إسو الفودو دلقو برباده يخادن ده ها دلقو هيجي دوبا زبير عوام رضي الله عنه نقر قرية منا إسا بستمائة ألف كما دي بجاتي قرية دوبا فقيل له يا أبا عبد الله غبنت قوومت جانين منا أكبت كما دي بجا قرية جنانين إساتو قرتي منا قرية خرار بيخيس خن ويتخانا نمني أبوغو ووم تجانين وانجي كلا والله هنغو ووم نجين لتعلمن أني لم أغبن هي في سبيل الله بيخا جين أني نغو ووم ني برو النسم خرا ربي خيسة تيهي جين دوبا زبير عوام رضي الله عنه كان له ألف مملوك يؤدون الضريبة قبر خوما كباچو توري ورا غويتي غرتي يساف غبيرا گلچن لا يدخل بيت ماله منها درهم من ايسا وان غويتي قبروتن خوم نخون گلچن را من ايسا درهم ني تو كوينسينو جان كان يتصدق بها ني صدقه وقيل كان يقسم كل ليله ثم يقوم الى منزله ليس معه منه شيء وانسان في دنخنا هندا هل كان خيه غندر زوري غندرنا النوي خنه في تيغل جان ويتمنى إسا تيغلو إسا غرتي درهمني تك هركسا انجل انجر من تيغلا جان دوبا حال زبير عوام أكخنا توري وكيف حال أغنياء اليوم تجاري تاجروني أرانتنا هو أي سجرة ولله الحمد ربي فقالني أقو قالني خربيتي إيقسي قالني قرتي خو علمائي غي خينياتي أكسم أمالي قالني خوارا واقبني ورا أمتا خينيا برا لعبتني تدو أمني خينيا ربي ساني راها جالتو قلنا خنا خيسا وان أجائبات إسام مدتي حال يروتي وجين ركون قدون تنسو جرتو والله وانما بونسو امته خينيا مها انصار تهاني امته خينيا قبسي سندوبا خونغرتي وان امته خينيا غغاري هدنو خينيا فك ورنو تيسان فكي غورني جلديم نوتي نو فكي سرايدو سلاف خينيا توكنا هدنو تو خينيا توكنا ورنو تي هدنو تو اكنا توري اسانين نو برسيسي مسكينة كبسيسو نمخ في الرام نيجارو إساني النبرسيس فجزاكم الله خيرا جنان دوبا دوبا زبير عوام قصة نساء إرتودا دوبا زبيري أكان قرتي شهيد ما جال الشوتر شهيد ما جال الشوتر كان أحد المبشرين بالجنة وأحد ستة أصحاب الشورى ورى جنتان قم جيفة من رأي توري أكاسم أمالي ورى جان أصحاب الشورى ورى جان مسان خيسا يتوري والذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه عنهم رض
osoo rasuulli isaan irraa jaalatu warra rasuulli osoo irraa jaalatee jiruu du'e irraa ijaan dur. Gabaabinatti qissaan Zubeyrii dheertuudha. Duuba inni tuufiya yoomal jamal guyyaa yoomal jamal san du'e guyyaa Talhaan du'e. Wadhaalika annahu karra raaji'an anil qitaal falaxiqahu Camr ibnu Jarmuus. Inni gartee lolarraa baqateeti. Muslima jidduutti gartee lola uumame an keessatti hirmaadhu jedhee irraa goree duuba namni tokko Camr ibnu Jarmuus nama jaamuu fi Wafadaalata ibnu Xaabis namni jaamu namni sadaffaadha. Yuqaalu lahu annaar jaaniini bootaa gartee waadi sibaa biyya Basraatti dhihoodha bootaan tun bakka jaamtutti dhaqqabanii duuba fabaadara ilayhi Camr ibnu Jarmuus wahuwa naa'imun. Isaa gartee bakka san rafu jiru jarri kun sadeen faana deemanii isaa rafu jiru Camr ibnu Jarmuus kun gartee itti fiigee faqatalahu ajjeese duuba. Guyyaan sun guyyaa khamiisaa li'ashirin guyyaa khamiisaa baatii Jumaadal Uulaa guyyaa kudhanii amata 33dha amata 36 hijiraarra. Amata 36 hijiraarra baatii Jumaadal Uulaa keessa guyyaa khamiisaa eega guyyaan kudhan irraa dabre boodarra akkasitti bootaa waadii sibaa jaamu gartee Basraa fi bootaa waadii sibaa kana jidduu bakka tanatti Zubayr ibn Awwaam khawaarijaan lubbuu isaa baaste duuba. Zubayr ibn Awwaam jiruu isaa keessatti haala kana ture radiyallahu anhu waardaa. Qissaan Zubayr ibn Awwaam duuba dheertuudha waa hedduu jira. Gabaabinatti qissaan wanni dubbannuuf waa irraa barachuuf isaanitti fakkaachuuf laqad kaana fi qasasihim cibratun li uli lalbaab. Qissaa warra nuun dura dabree wayta dubban cibraa gorsa akka irraa fudhannuuf akka gartee warra gaarii isaanitti fakkaannuuf warra hamaa ammoo akka isaanirraa gartee gorree halaakni isaan qunname akka nuun qunnamne irraa of eeggannoo goonuuf jechu. Kanaaf Zubayri gartee qissaan isa haasawamee hin dhumu isaaf ni gaya. Osoo duniyaa tanarra jiru jannata akka seenu beekuunu isaaf ni gaya duuba fadli isaarra radiyallahu anhu waarda. Kanaaf daawwattoota Burhaan Miidiyaa inshaallah sagantaa qissaa Zubayr ibn Awwaam waliin turree inshaallahu ta'aalaa sagantaa qissaa biraatiin guyyaa biraa hamma walitti deebinutti sagantaa Burhaan Miidiyaa taaftee waliin turtii gaarii isiniin jechaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nu hordofuu keessaniif galatooma. Rabbi warra waan dhagahetti dalagu rabbi nu haa taasisu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.